لقد ارتكبت خطأ بسيط في فيديو سلسلة نقل الإلكترون، وأنا فقط أريد أن أصححه في هذا الفيديو. إنها فرصة بالنسبة لي لتشمل بعض المصطلحات التي نسيت أن أدرجها في ذلك الفيديو. لذلك عندما وضعت سلسلة نقل الإلكترون، يمكنكم أن تتذكروا أنه كان لدينا إلكترونات بطاقة عالية ونيد إتش، ويتم نقلهم من جزيء إلى آخر، وبعد النقل فإنهم يذهبون إلى حالة الطاقة المنخفضة ويصدرون الطاقة. وآخر إلكترون مستقبل كان الأكسجين. الأكسجين تم اختزاله هنا، ولكن إذا نظرت على شقي المعادلة هنا ستجد الخطأ كائن أنه يوجد 2 من الهيدروجين. إذن كان لدي 2 من الهيدروجين على اليمين، فنحتاج 2 آخرين على اليسار. إذن إذا كان يجب أن يوجد 2 هنا، وهذا كان هو الخطأ في الفيديو الأخير. وهذا الفيديو منحني فرصة لتقديم بعض المصطلحات. إذن كل هذه العملية نعلم أنها تسمى الأكسدة عندما تخسر الناد H الهيدروجين. وتذكروا أن الأكسدة تعني خسارة الإلكترونات في الحقيقة، ولكنها تخسر الهيدروجين. إذن هذه العملية كلها من نقل الإلكترونات، إن الإلكترونات تتأكسد تباعا حتى تصل إلى آخر مستقبل للإلكترونات في الماء. إذن هذا من الواضح أنه بإمكانك أن تسميه أكسدة كما تعلمون بشكل عام. والجزء الثاني من سلسلة نقل الإلكترون، كما تعلمون ربما يجب أن نسمي هذا الجزء الثاني من سلسلة نقل الإلكترون، حيث يتم تشكيل الـ ATP وإضافة مجموعة أخرى من الفوسفات إلى جزء آخر، وتسمى هذه العملية بالفسفرة فوسفوريليشن. إذن كل عملية تشكيل الـ ATP من خلال سلسلة نقل الإلكترون. تذكر أن سلسلة نقل الإلكترون تصدر الطاقة التي تجعل هذا الهيدروجين تدفع الهيدروجين إلى الجهة الخارجية، وبعد ذلك هذا التدرج، إن هذه المجموعة من الهيدروجين تريد أن تعود مرة أخرى إلى هنا، وتعود من خلال الـ ATP synthase. عملية تضاعف الـ ATP تسمى الفسفرة التأكسدية oxidative phosphorylation. ومن الجيد أن تعرف هذه الكلمة، من الممكن أن تراها في أحد الاختبارات الموحدة وتسمى هكذا، لأن لدينا جزء الأكسدة. عندما تتأكسد كل من هذه الجزيئات خلال سلسلة نقل الإلكترون بسبب خسارة الهيدروجين أو الإلكترونات، هذا يشكل تدرج في الأكسدة. وهذا من خلال العملية الإسموزية الكيميائية كيموسموسيس بحدوث الفسفرة. إذن هذه كلمة جيدة أخرى للمعرفة. ويتم نقل الهيدروجين هذا من خلال غشاء اختياري. هذا الغشاء لن يترك أي جزيء يدخل من خلاله، إنه يسمح للهيدروجين أن يعبره. هذه العملية عملية دخول الهيدروجين تسمى الإسموزية الكيميائية كيمو إسموسيس أخرى من الجيد معرفتها. إذن العملية الداخلية تسمى الأكسدة الفسفورية، لا تحدث في نفس الوقت الأكسدة تولد الطاقة، هي الطاقة تدفع بالهيدروجين إلى هنا، وعندما تحدث الفسفرة للهيدروجين من خلال الإسموزية الكيميائية يعود إلى هنا ويتم دفع الـ ADP ومجموعة الفوسفات معا. من الممكن مقارنة هذا بـ substrate أو مستقبل الفسفرة phosphorylation substrate. أنا أقدم لكم مصطلحات جيدة. هذا ما يحدث عندما ينتج الـ ATP ومباشرة في التحلل وحلقات كريبس، في التحلل glycolysis و Krebs cycle. هذا عندما يكون لديك إنزيم مباشرة يساعد
يساعد في إنتاج الـ ATP من دون أي إسموزية كيميائية أو تدرج بروتيني. إذا كان بإمكانك أن تتخيل إنزيم وهو بروتين كبير، إذا دعونا نقول أن لدينا الـ ADP مجموعتي فوسفات، وربما لديها مجموعة فوسفات أخرى هنا مرتبطة في جزء آخر من الإنزيم دون أي إسموزية كيميائية أو أكسدة، وهذه تسهل بتزامن التفاعلات التي تصدر الطاقة والتي ربما تحدث في أجزاء مختلفة من الإنزيم. إذن يمكنكم أن تتخيلوا بقعة صغيرة هناك، ثم يتلوى كل هذا الإنزيم. إذن ربما هكذا تعمل، ولكنها فكرة جيدة أن يتدخل هذين الاثنين معا، وهو فقط إنزيم من دون أي إسموزية كيميائية تتم عن طريق الأكسدة كما يحصل في سلسلة نقل الإلكترون، ونسمي هذا مستقبل الفسفرة. والمستقبلات هي فقط الأشياء التي ترتبط بالإنزيم ولديها شيئا يتشكل عليها. على أي حال، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو الصغير. إلى اللقاء.